السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب الصف الخامس، سنتابع في هذا الدرس شرح الوحدة السادسة كاملة مع حل أسئلة الوحدة. الآن الفقرة الثالثة والأخيرة في هذه الوحدة بعنوان يوكوجيدوا أولا إلى ر، يعني الأحداث التي تدمر الطبيعة، الأحداث الطبيعية التي لا دخل للإنسان فيها مثل الزلازل والسيول وغيرها. زمان زمان ortaya çıkan yıkıcı doğa olaylarını seller, heyelanlar, depremler, volkanik patlamalar, kasırgalar olarak sayılabiliriz. Yani yumkin an na'ud بعض الأحداث الطبيعية التي يمكن أن تدمر البيئة من وقت إلى آخر، مثل السيول وانهيار التربة أو الصخور، الزلازل، انفجارات البراكين و الإعصارات. هذه الحالة أن تنهار التربة والصخور من على الجبل إلى الطرق وإلى الأماكن السكنية يطلق عليها اسم هيلان، أما هذا معروف أنه هو السيل. يكجي دعاء أولايلار جان في مال كايبنا ندين أولان دعاء أولايلار در، يعني الأحداث التي تدمر البيئة هي الأحداث الطبيعية التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والأموال. Yıkıcı doğa olayları kısa sürede meydana gelir. Yani tehdüt هذه الأحداث التي تدمر البيئة خلال فترة قصيرة. İnsanlar tarafından önlenemez. Yani لا يمكن منعها من قبل الإنسان. Yıkıcı doğa olaylarının nerede ve ne zaman olacağı tahmin edilmemektedir. Yani أيضا لا يمكن توقع في أي مكان وفي أي زمان يمكن أن تحدث هذه الحوادث. مثلا لدينا هنا الزلازل وكيف يحدث الزلزال. لدينا هنا yer altında ilk hareketin başladığı bölgeye depremin merkezi denir. يعني يطلق اسم مركز الزلزال على المنطقة التي تبدأ فيها أول حركة تحت الأرض. yer kabuğunda oluşan çatlaklara fay adı verilir. يعني يطلق اسم fay يعني خط التصدع على الانكسارات التي تحدث في القشرة الأرضية. بوتشيز جيلير يعني هذه الخطوط الحمر. شوك دالغالارنن قيالار içinden geçerek yayılmasını gösteriyor. يعني هذه الخطوط الحمر تظهر لنا انتشار موجات الصدمة تحت الصخور. هذه كما نلاحظ هنا مركز الزلزال يكون قوي جدا، وثم كلما انتشر يكون هناك تباعد بين الخطوط، معنى ذلك أنه يضعف. وهنا يريزنده دبرم مركزين تام üzerinde kalan bölgeye merkez üssü adı verilir. يعني يطلق اسم قاعدة مركز الزلزال على المنطقة التي تكون على سطح القشرة الأرضية، المكان الذي تعرض للزلزال. الآن هنا دبرم نص أولوشر، كيف يتشكل الزلزال؟ يحدث قسم كبير من الزلازل في المناطق التي تنتهي فيها لوحات القشرة الأرضية. يعني لدينا مسطحات كبيرة من الصخور يطلق عليها اسم لوحات القشرة الأرضية. أثناء حركة هذه القشرة وانزياحها يصبح هناك خطوط تصدعات أو تشققات في القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى اهتزاز السطح وحدوث الزلزال. الكارثة الثانية هي فولكان باتلاماس يعني انفجار البركان. لدينا هنا بورايا كراتير أدو فيريلير، يعني نطلق اسم الفوهة كراتير الفوهة على هذا القسم من البركان. وهذا القسم الذي يأتي من أسفل من باطن الكرة الأرضية إلى الأعلى حيث الانفجار يطلق عليه اسم باجا يعني المدخنة. ماغما هي الحمم البركانية التي تخرج من باطن الأرض إلى الخارج إلى سطح الأرض. هذه الحمم الحمراء يطلق عليها اسم ماغما. أنير تشكان أنجيلري سيركليرك باجا أد فيلان بو كانالدان يكار دورو تشكار، يعني تخرج الماغما من هذه القناة التي يطلق عليها اسم المدخنة إلى سطح الأرض. والماغما نفسها تكون تحت الأرض بشكل مضغوط كثيرا بحيث يؤدي إلى الانفجار. أما الحمم التي تخرج إلى الأعلى وتسيل على سطح الأرض مثل أنهار بهذا الشكل
فيطلق عليها اسم لاف. لاف يعني الحمم البركانية. الآن السيول يوجدها أولايلاردان بريدس هيلاردر، يعني السيول أيضا هي من الحوادث التي يمكن أن تدمر الطبيعة. سيلر بقش ندندن دولاية أولوشر. تتشكل السيول لعدة أسباب. توبراك طرفندان أميل ميجك قدر يامور ياماسي سونوجو أولوشابيلير، يعني يمكن أن تتشكل نتيجة هطول كثير من الأمطار بحيث لا يمكن امتصاصها من قبل التربة. دينيز سيفيسينين يكسلمسي، يعني ارتفاع مستوى البحار أيضا يؤدي إلى السيول. Fırtınaların neden olduğu büyük dalgaların karalara çarpması, yani aydan istidam الأمواج الكبيرة التي تتشكل من العواصف في اليابسة، ya da sıcaklığın hızlı artışıyla birlikte karadaki karların eriyip nehirlerin taşması sonucu oluşabilir. وأيضا يمكن أن تتشكل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بشكل سريع جدا، مما يؤدي إلى ذوبان الثلوج وفيضان الأنهار. هيلان كما تحدثنا منذ قليل هو انهيار التربة. هيلان فيا توبراك كايمالار، يعني انهيار التربة أو انزياح التربة. دوا أولايلاردان بيريدر هي من الأحداث الطبيعية المدمرة للطبيعة. Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin yerlerinden koparak yer değiştirmesine heyelan veya toprak kayması denir. Yani yutlak isim inhiyar türbe ala tecemmu hadihi el kütel mine el türbe ve mine suhur ve tegyir mekaniha enziyahaha min mekaniha. Ama kasırgalar fehiyel avasif eşşedide cidden. Şiddetli rüzgarların sağanak yağmur, kar ve doluyla birlikte çevreyi etkilediği fırtınalardır. El-Asir hiye el-Avasif el-Kaviye şedide cidden el-Musahibe li-Riyah şedide ve amtar kaviye cidden ve suluj ve barad. Geçtiği yerlerde büyük zararlara sebep olur. Yani tukun sebeben aydan li-Adrar kebira في المكان الذي تمر منه. Evler, ağaçlar, tarlalar, hatta ormanlar bile kasırgalardan büyük zarar görür. Yani يمكن أن تضرر بشكل كبير جدا البيوت والأشجار والحقول وحتى الغابات. هرطوملار دا يكجي دوال أولايلاردان بيريدر. ويمكن أن تشكل من هذه الأعاصير العاصفة التي تكون على شكل دوامة. يطلق عليها في اللغة التركية اسم هورتوم، لأنها تشبه الخرطوم، وهي أيضا من الكوارث الطبيعية المدمرة. الآن كيف نحمي أنفسنا من هذه الكوارث المتنوعة؟ أولا من أجل حماية أنفسنا من الزلازل فيجب بناء المنازل على أرضية صلبة ومتينة، وأن نستخدم مواد مقاومة للزلازل في الأبنية، وأن نقوم بإعلام الناس وتوعيتهم وتعليمهم بخصوص الزلازل. ثانيا حماية أنفسنا من السيول. ألا نبني البيوت على ضفاف الأنهار، وأن نقوم بحماية الغابات والغطاء النباتي، وأن نبني السدود من أجل التحكم في الأنهار. حماية أنفسنا من هيلان، يعني انهيار التربة أو الصخور. أولا عدم بناء البيوت في المناطق التي يمكن أن يحدث فيها الهيلان، يعني مثلا سفوح الجبال. وثانيا بناء سدود على سفوح الجبال التي يمكن أن يحدث فيها انهيار التربة. وثالثا حماية الغطاء النباتي، لأن النباتات تمنع انهيار التربة. ورابعا وضع لوحات تحذيرية في المناطق التي يمكن أن يحدث فيها انهيار التربة. و الآن كيف نحمي أنفسنا من انفجارات البراكين؟ فولكان و ياناردا هي نفس المعنى بالضبط. إذا قلنا فولكان هي بركان، ياناردا أيضا معنى بركان. وحماية أنفسنا هي بعدم إنشاء البيوت والمناطق السكنية حول البراكين النشطة. كيف نحمي أنفسنا من الأعاصير؟
أولا تأسيس نظام تحذير من العناصر، وثانيا بناء ملاجئ تحت الأبنية، وثالثا بناء الأبنية أصلا من مواد تكون مقاومة للأعاصير، وأخيرا كيف نحمي أنفسنا من الخرطوم العاصفة التي تكون على شكل دوامة. يعني يجب علينا أولا إذا كنا ضمن البيت أو ضمن مكان مغلق أن نتأكد من أنه متين وأنه لا يمكن أن يتأثر في الإعصار، ويفضل استخدام الغرف التي لا يكون فيها نوافذ أو الملاجئ، وإذا كان هناك نوافذ فيجب علينا أن نبتعد عنها، وإذا كنا موجودين في منطقة يوجد فيها إعصار فيجب علينا أن نضع يدينا فوق رأسنا وأن ننبطح على الأرض من أجل حماية أنفسنا. وهنا بشكل بسيط جدا نكتب أسماء هذه الكوارث الطبيعية التي تحدثنا عنها، يعني نكتب السيول والزلازل والبراكين، انهيار التربة والأعاصير كما مر معنا. وأخيرا نقوم بحل أسئلة الوحدة من أجل التأكد من بعض المواضيع وتثبيت المعلومات أكثر، وهي بشكل عام بسيطة جدا. السؤال الأول يقول: لا يجب علينا أن نرمي المواد التي يمكن أن تسبب إلى تلوث دائم مباشرة في المهملات، يعني لا يجب أن نرميها في المهملات وإنما أن نعيد تدويرها، وهذا صح، نضع دائم. إعادة تدوير الأوراق التي استخدمت من قبل يؤدي إلى التقليل من قطع الأشجار، وهو أيضا صحيح لأن الأوراق تصنع من الأشجار. نفايات الفاكهة والخضار والطعام هي تسبب تلوث بيئي دائم، خطأ طبعا لأن هذه كلها مواد عضوية تتحلل بسهولة في الطبيعة. الغازات التي تخرج من عوادم السيارات تقلل من تلوث الهواء، وهذا أيضا خطأ، هي تزيد من تلوث الهواء. تلوث المياه يؤثر فقط على الكائنات الحية التي تعيش في المياه، وهو أيضا خطأ، تؤثر على جميع الكائنات الحية. تعريف البيئة تشيفرا هي الوسط الذي تتواجد فيه الكائنات الحية كلها مع بعضها البعض طول عمرها ضمن علاقات متبادلة، وهو صحيح مرة معنا في الدرس. جميع الكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية يمكن رؤيتها في العين المجردة، بالتأكيد خطأ. الكائنات الغير حية أيضا تحتاج إلى الغذاء والماء والهواء، وهو بالتأكيد خطأ. تلوث البيئة يشمل تلوث الماء والهواء والتربة، صحيح. أكبر عامل يؤدي إلى تلوث البيئة هو الإنسان، وهو أيضا بالتأكيد صحيح. تلوث الهواء يؤثر فقط على الإنسان، بالتأكيد خطأ، يؤثر على جميع الكائنات الحية. المواد البلاستيكية تؤدي إلى تلوث دائم للبيئة، وهو بالتأكيد صحيح. الآن جميع الكائنات الحية والغير حية التي تعيش في الطبيعة هي في شيء مستمر، بالتأكيد هو تفاعل، اتكليشيم، سيريكلي اتكليشيم، يعني تفاعل مستمر. الأكياس البلاستيكية والصفائح المعدنية تؤدي إلى تلوث البيئة تشيفري. من أجل منع تلوث البيئة يفضل استخدام المواد مرة أخرى، معدلار، يعني استخدام المواد مرة أخرى، إعادة تدويرها. تلوث المياه يؤثر على جميع الموجودات التي تعيش ضمن الماء الحية، طبعا نكتب جون ليفر لكلارر، يؤثر على جميع الموجودات الحية التي تعيش ضمن المياه. الغازات التي تخرج من عوادم السيارات تكون سبب لتلوث ماذا؟ بالتأكيد الهواء، نكتب هنا هافا. إعادة استخدام الأوراق المستخدمة من قبل يقلل من قطع ماذا؟ من قطع الأشجار، أتشلارن. النفايات الصناعية تؤدي إلى تلوث كل شيء، الماء والهواء والتراب، نكتب سو هافا توبراك. الآن نكتب هنا أغنية صغيرة وهنا شعر صغير مستخدمين هذه الأحرف الأولى عن ضرورة حماية البيئة من التلوث. بإمكاننا الاستعانة بالإنترنت بسهولة طبعا واستخراج قصيدة بهذا الشكل، سأكتب لكم أنا قصيدة هنا وشعر قصير بإمكانكم الاستعانة به.
والآن هنا نختار الإجابة الصحيحة، أي ما يلي لا يؤدي إلى تلوث دائم بالتأكيد د، لأنها طبيعية ليست اصطناعية، هذه كلها اصطناعية وهي تؤدي إلى تلوث دائم. وهنا أي ما يلي يجب عمله مما موجود في الأعلى من أجل تنظيف البيئة، أولا جمع النفايات صحيح، وثانيا زرع الأشجار أيضا صحيح، وثالثا تركيب فلاتر على المداخن وأيضا صحيح. إذا جواب د. أي ما يلي مناسب بالنسبة للعبارات الموجودة في الأعلى، استخدام المحروقات الصلبة يزيد من تلوث البيئة، هذه صحيحة. زيادة استخدام مواد تنظيف يؤدي إلى تلوث المياه، وأيضا هذه صحيحة. إذا الاثنتين صحيحتين، إكسيد دورو، نختار ج. أي ما يلي لا يعتبر حادثة مدمرة للطبيعة، انفجار الغاز الطبيعي، هذه ليست حادثة مدمرة للطبيعة، أما هنا البراكين، السيول، الزلازل، فهذه حوادث مدمرة للطبيعة. إذا نختار نحن آ. أي مما في الأعلى هو من الأسباب التي تلوث المياه، الدخان والغازات السامة التي تخرج من أنظمة التدفئة في البيوت، وهذه صحيحة، نفايات المجاري، وهذه أيضا صحيحة، النفايات التي ترميها المصانع في المياه، وهذه أيضا صحيحة. إذا الثلاثة صحيحة، نختار دي. وهنا تم توصيل بعض أسباب التلوث مع نتائج التلوث، وأي مما يلي خاطئ، مثلا غازات عوادم السيارات تؤدي إلى تلوث الهواء، هذه صحيحة. ثانيا الإنارة الزائدة تؤدي إلى تلوث الضوئي، وهذه أيضا صحيحة. مواد التنظيف تؤدي إلى تلوث المياه، وهذه أيضا صحيحة. نفايات المجاري تؤدي إلى تلوث الهواء، هذه خطأ، نختار دي. أي مما يلي إذا استخدمناه كمحروقات من أجل تدفئة المنزل يكون هناك أقل نسبة من تلوث البيئة، بالتأكيد هو دوال غاز، الغاز الطبيعي، أما الفحم والحطب والمازوت فهي تلوث كثيرا. أي مما يلي يمكن أن يخطر على بالنا عندما نسمع كلمة تلوث البيئة، تلوث ماء وتلوث هواء وتلوث تربة، كلهم صحيحين، نختار دي. أي ما يلي يفتح الطريق من أجل تلوث دائم في الطبيعة، الأكياس البلاستيكية بالتأكيد، نختار آ. أي مما يلي يكون مؤثر في التقليل من تلوث البيئة، استخدام العربات ذات المحركات، هذه تلوث البيئة، الإكثار من المساحات الخضراء يعني زرع الأشجار، هذه بالتأكيد تقلل من تلوث البيئة، إذا نختار ب. أما المصانع وزيادة استخدام الورق والزجاج فهذه كلها تلوث البيئة. أي مما يلي ليس من التدابير التي تمنع تلوث البيئة، التقليل من استخدام زجاجات المياه البلاستيكية، هذه تدبير صحيح، انتشار استخدام الغاز الطبيعي وهو أيضا من التدابير التي تمنع تلوث البيئة، إعادة تدوير وتصنيع الأوراق التي استخدمت من قبل، هذا أيضا واحد من التدابير التي تمنع تلوث البيئة، التقليل من الحدائق والبساتين في المناطق السكنية، هذا خطأ، هذا ليس من التدابير، إذا نختار دي.